السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم إن شاء الله اليوم بفيديو جديد من كتاب الإنشاء المرحلة الثانية قسم اللغة الإنجليزية، وراح نكمل وياكم Subject Verb Agreement. شنو يعني Subject Verb Agreement؟ Subject Verb Agreement معناها موافقة الفعل للفاعل، يعني معناها الفعل هذا لازم يوافق الفاعل، وأكو ملاحظات لازم نتبعها معالجة هكذا موضوع. You already know that subjects and verbs agree in number. My sister is. هنا أختي وحدة وهذا is تستخدم للمفرد. My sisters are. هيج معناه are. My brother and I are. إذا أنت تشوف هذا يعتبر جمع. كمل. Subject verb agreement is sometimes confusing. إذن أحيانا مربكة. In the following situations, when a sentence begins with word the verb to be. إذن there ممكن تجي مربكة. شلون أميز؟ لأن there شوية دوخ. There is a student in the hall. The verb is singular to agree with student. إذا من أشوف الذير لازم أشوف الاسم اللي بعدها. إذا هذا مفرد لازم أحط is. إذا هذا جمع لازم أحط are. مثلا there are three هنا are. There was no reason. There were many reasons. إذا لازم تلاحظ هذا الشيء. كمل. A paragraph, a prepositional phrase. A group of words begins with prepositions such as of, with, in. ايضا هذه تكون بعض الاحيان مربكه ولها قاعده. نبلش اول قاعده. Some words are always singular. لان دائما من تشوفهن شبيهن مفرد. واضح؟ يعني من تلقان دائما مفردا مفرده. اللي هي one, neither, much, each, either, nothing, is anyone. هذه few words are always plural. لان دائما يكونن جمع. واضح؟ لأن دائما شو يكون جمع، هذا لازم تلاحظها مهمة جدا، واضح؟ عندنا مجموعة أخرى ممكن تكون جمع ممكن تكون مفرد. حسب اللي بعدها. Some of money. المال تعتبر مفرد، دير بالك. Students هذا جمع. هذين كلهن حسب اللي وراهن، إذا أجل وراهن جمع يعتبر جمع، إذا أجل وراها المفرد يعتبر مفرد. هنا منطيك عليه مثال، نحن نتكلم عن المثال سهل طبعا جدا هذا التمرين. My name is, I was born, I am a student. هنا I مفرد am. شو هو طبعا ايش قايل لك؟ Underline the subject with one line and verb with two lines. يقول لك الفعل حدد الفعل بخط واحد والفاعل بخط واحد والفعل بخطين. سهل جدا. My youngest, my youngest هذه subject, brother subject and sister هذه كلها subject العفو. Are هنا هي الفعل. تحط لها خطين وتكمل البقية. Practice three هذا اختيارات. One of my classmates هنا عندي one. أنا من عندي ون الون ما له علاقة بالقبلها بعدها. إيش راح أختار؟ راح أختار is. واضح؟ نرجع ثاني. Some of my teachers بعض المدرسين speak less speaks speak. ليش؟ لأن some تجي تعتمد على بعدها. ونكمل البقية حسب الملاحظات الموجودات عندك. هذا باراجراف حسب القواعد اللي نطيتك إياها لازم تحله. شوف هنا عندك are is has have ذني لازم نغيرهن حسب السبجكت اللي موجود عندك تقرأ وتحاول تحله يعني واذا اللي طالب يريد حله وتفاصيله يراسلني لان انا اذا اشرحه يعني الفيديو يحتاج لاكثر من 10-20 دقيقة بس لهذا الفيديو ونجي على الفراجمنتس in some language you can sometimes leave out the subject in a sentence in other you can sometimes leave out the verb
In English, you must always have at least one subject and one verb in every sentence. يقول لك اكو لغات ممكن تستخدمها بدون فاعل ممكن بدون فعل لكن اللغة الإنجليزية لازم على الأقل تحتوي يا اما على فاعل او يا اما على فعل. واضح؟ هنا يعني ممكن يجيب لك الأستاذ صح وخطأ عن طريق هذا الموضوع يعني. فمثلا يقول لك is not easy لازم نقول it is not easy. ليش؟ لأن خالية من السبجكت، هنا خالية من الفعل لازم نضيف فعل. هذا معناها يعني جدا مهم طبعا هذا الشيء ممكن يجيك التمرين عليه. وانا منطيك على مثال steps 1 read reach read each sentence and decide if it is complete sentence or fragment. اذا لازم تقراها وتشوف شكو خطا عندك تصححها. جو اند جون the smartest student in the class. اذا لازم نقول جوز and جن are. They study all the time. They study all the time. انت تشوف اذا اكو خطأ تصحح. ما اكو خطأ تمام. The baby finally sleepy. The baby finally is sleepy. Or sleep. Sleep هنا ممكن تقول. She is closing her eyes. She is closing her eyes. إذا أكو خطأ تمام ماكو خطأ ماكو خطأ. هنا is important for students to get to class on time. It is important. لازم نحط it. واضح؟ العفو هنا هذه ممكن نحط get. The baby finally gets sleepy وإلى آخره. يعني حسب. فيها أكثر من حل طبعا هذه. My best friend. أيضا أنا منطيك عليه هذا المثال وتحسب الملاحظات تحل. My best friend is Susanna. We have been friends since childhood. إيش طالب من عندك؟ Find the and find and underline five fragments in the following. إذا حدد خمس فرجمنات. وأنا قلت لكم شنو الفرجمنت. Writing process. إذن هساعدنا عملية الكتابة. The first step is called pre-writing. طبعا كلش مهم تتركزون وياي على هذه المرحلة. Pre-writing is a way of get ideas. In this step you choose topic and collect ideas to explain the topic. إذن المرحلة الأولى من الكتابة هي يعني جمع الأفكار، تحصل فكرة. العفو مو جمع الأفكار، بالبداية إنشاء فكرة. أول مرحلة نبدأ الفكرة. واضح؟ listing there is several techniques you can use to get idea. إذن شلون نحصل على idea؟ in this chapter you will practice techniques called listing. إذن بهذه المرحلة إذن راح يعني أحد الطرق لكي نحصل على أفكار إنه نسوي قوائم. Listing is pre-writing techniques in which you write the topic at top of piece of paper and then quickly make a list of words or phrases that come into your mind. Don't stop to wonder if an idea is good or not. Write it down. Keep on writing until the flow of ideas stops. اذا انت لما يعني تريد تتكلم عن شيء سوي له قائمه. مثلا خلينا نفرض مثلا الاستاذ جاب لنا اكتب عن مرضا عن السياره على سبيل المثال. اذا بالبدايه تقول انا راح اتكلم عن انواع السيارات، تكتب يمك عنوان اولا انواع السياره هذا هو مثال، ثانيه يعني فوائد السياره، ثالثا ممكن تقول تتكلم عن طبعا انا ما محضر يعني هسه انا استنتج افكار، رابعا مثلا تقول مضار السيارة، رابعا وإلى آخره. فبعدين من نسوي قوائم، كل قائمة يعني تحاول تستنتج من عندها مجموعة من الجمل والمفردات وتكون جمل وتكتب إنشاء. هذه يعني اللي يقصد به هنا grandfather. أيضا منطيك عليك farmer فلاح started يعني منطيك أفكار عدة عنه. هذا معناها اللي
المقصود بأنك تكتب إنشاء. طبعا هذا ما يوجد بالنسبة للمرحلة الأولى. عندنا المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله راح ناخذهن بالدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.